سكوير هو حي أعمال متكامل يتكون من 20 مبنى. الطابع التجاري والمكاتب يغلب فيه، يتكون من مساحات مكتبية، شقق سكنية، فندق رجال أعمال، محلات للتجزئة ومساحات خضراء تقريباً. طبعاً المساحات المكاتب بتبدأ من 45 متر إلى 75 متر مربع. المرحلة الأولى بتكون 229 مكتب، تبدأ الأسعار من 27,000 إلى 50,000 ريال عماني. طبعاً المرحلة الأولى، حالياً نتكلم عن المرحلة الأولى، المرحلة الأولى طبعاً إن شاء الله بتبدأ العمل الإنشائية في شهر أبريل، ومن المتوقع أنها تخلص في نهاية العام 2022. المشروع عبارة عن مجمع مكاتب مركزي للأعمال. المرحلة الأولى تتكون من المبنى الرئيسي، عبارة عن 29,000 متر مربع مساحة البناء، تكون من مكاتب على درجة أولى بمستوى عالمي مجهزة بأحسن طريقة. على الطابق الأرضي بيكون عندنا محلات تجارية أيضا تخدم هذه المناطق. بالنسبة لبداية الإنشاء إن شاء الله متوقع على حدود شهر 4 القادم، ويستغرق بناء المشروع تقريبا سنتين من بدء الإنشاء إن شاء الله.